والآن ننتقل إلى فقرة القضايا العربية في الصحف الألمانية مع الزميل عز الدين زرق العين. عز الدين، ديما الحكم الصادر بحق الناشطات الأوروبيات من منظمة فيمن في تونس، وأيضا النزاع المصري الإثيوبي حول مياه النيل كان من أبرز الموضوعات التي تناولت الصحف الألمانية الصادرة هذا الأسبوع. فبخصوص الحكم الصادر بحق ناشطات منظمة فيمن، نشرت صحيفة فرانكفورت غونتشاو تعليقا قالت فيه أن الطالبة الألمانية جوزيفين ماركمان التي كانت ضمن المحكوم عليهن بالسجن مدة 4 أشهر أظهرت شجاعة كبيرة حين سافرت إلى تونس من أجل التظاهر تضامنا مع زميلتها التونسية المسجونة أمينة تايلر، لكن إقدامها على هذه الخطوة ينم عن درجة كبيرة من الغباء أيضا. وأضافت الصحيفة: صحيح أن تونس بلد يستحق أن نناضل من أجل أن تحصل النساء فيه على مزيد من الحقوق، لكن من يريد أن يخوض هذا الكفاح بجدية فإن عليه الاستعانة بدعم المنظمات المحلية مع مراعاة ثقافة البلد. وأضافت أن الخطوة التي أقدمت عليها ناشطات فيمن لا تقدم خدمة للناشطات التونسيات، بل ربما تقلل من الدعم الشعبي لهن وتصرف الانتباه عن مطالبهن المشروعة. أما صحيفة زيد دويتشة سايتونغ فاستغربت الحكم على نشطات فيمن بالسجن في الوقت الذي أخلي فيه سبيل متطرفين متورطين في القتل أثناء مهاجمتهم السفارة الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن الحكم سيؤثر على سمعة تونس كبلد متسامح وعلى نشاطها السياحي أيضا، ثم تابعت قائلة: إن تونس تعلق أهمية كبيرة على سمعتها بوصفها من البلدان الأكثر تسامحا في شمال أفريقيا وتسعى لاستعادة مكانتها السياحية، لكن هذا صعب بالنظر إلى الأحداث الأخيرة. فصحيح أن القضاء التونسي يمكنه إخلاء سبيل مثير شغب من السلفيين ويصدر أحكاما بالسجن على نشطات منظمة فيمن، لكن على تونس ألا تنتظر مستقبلا أن تكون وجهة سياحية للنساء الأوروبيات. وبشأن نزاع مصر مع إثيوبيا على مشروع تشييد سد النهضة العملاق الذي تعتبره القاهرة تهديدا على أمنها المائي، لخصت صحيفة دير شبيغل الإلكترونية مخاوف مصر من المشروع قائلة: الغضب المصري من بناء السد له أسباب كثيرة، يكمن أولها في الخوف على المصادر الحيوية التي تمثلها مياه النيل بالنسبة إلى البلد ككل. وتجادل مصر، تقول الصحيفة، أن بناء بحيرة السد سيؤدي إلى تبخر كميات ضخمة من المياه، مما سيقلل الحصة التي تصلها منها، كما سيخفض المستوى الحالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا لن يشكل ضررا على الزراعة المعتمدة على الري فحسب، بل وسيؤثر سلبا على حركة الملاحة النهرية أيضا. إلا أن الصحيفة اعتبرت أن تهديد الرئيس المصري محمد مرسي الأخير بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري إذا بشرت إثيوبيا عملية البناء مجرد مناورة سياسية الهدف منها هو صرف الانتباه عن الوضع السياسي الداخلي. وأوضحت الصحيفة قائلة: في 30 من شهر يونيو الحالي تعتزم المعارضة تنظيم احتجاجات واسعة يشارك فيها الملايين من أجل فرض إجراء انتخابات مبكرة، ولذا فقد كان إعلان مشروع السد فرصة سانحة لمرسي للظهور بمظهر المدافع عن شيء له مكانة خاصة في قلوب المصريين ألا وهو النيل. ونعود إلى ديما. شكرا لك عز الدين على هذه الفقرة، والآن نأتي إلى ختام هذه النشرة. ونحن بدورنا نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم بمشيئة الله على رأس الساعة. تبقوا معنا. إلى اللقاء.